الخير يا أطفال، كيف حالكم اليوم؟ اليوم سوف نأخذ حرف جديد، ولكن هيا نراجع بعض الأصوات السابقة. ما هذا الصوت؟ نا. ما هذا الصوت؟ نا. أحسنتم. وهذا الصوت؟ بو. بو. ممتازين. وهذا الصوت؟ إي. إي. أحسنتم. لام ضمة لو، صوتها لو. أحسنتم. ميم كسرة مي. مي. ممتازين. اليوم سوف نأخذ حرف جديد. حرف ماذا؟ حرف الثاء. ثاء. ثاء. أخرج لساني. ثاء. 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 كيف أكتب حرف الثاء؟ هيا لنرى. شرطة فوق السطر، تمشي على السطر، و شرطة لأعلى. لديه كم نقطة؟ لديه ثلاث نقاط. نقطة، اثنان، ثلاثة. لديه ثلاث نقاط. ما هذا الحرف؟ ثاء. أخرج لساني. ثاء. 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 ما هذا الحرف؟ ثاء. لديه ثلاث نقاط. هيا نكتبه مرة أخرى. شرطة فوق السطر، تمشي على السطر، وشرطة أخرى إلى أعلى. كم نقطة؟ ثلاث نقاط. من أعلى أم من أسفل؟ من أعلى. أحسنتم. ما هذا الحرف؟ ثاء. 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 هيا نتعرف على أصحاب حرف الثاء. ما هذا الحرف؟ ثاء. ثاء. الثاء أعلى السطر أم أسفل السطر؟ الثاء على السطر. الثاء تجلس على السطر، ولديها ثلاث نقاط. أحسنتم. أصحاب حرف الثاء، أول صاحب لحرف الثاء ماذا؟ ثور. ثور. افتح فمك. ثور. ثور. وثياب. ثياب. وهذا ثعبان. وهذا ثعبان. مرة أخرى. ثور. ثياب. ثعبان. أصوات حرف الثاء، من يقول معي؟ ها؟ ثاء. ثو. ثي. ممتازين. مرة أخرى. ثاء. ثو. ثي. ماذا أفعل بلساني؟ أخرج لساني. ثاء. 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 ها؟ ثاء. ثو. ثي. ممتازين. طيب، ما هذا الصوت؟ ثاء. ما هذا الصوت؟ ثاء. افعل الحركة. ثاء. مثل كلمة ثور. ثور. وكلمة ثلاجة. كلمة ثلاجة. أحسنتم. وما هذا الصوت؟ ثو. ما هذا الصوت؟ ثو. مثل ثوم. ثوم. وماذا أيضا؟ ثعبان. ثعبان. أحسنتم. آخر صوت، من يقول لي ما هذا الصوت؟ ثي. ما هذا؟ ثي. مثل كلمة ثياب. ثياب. وما هذه؟ ثمار. ثمار. ثي. ثمار. ثياب. إذن ماذا أخذنا اليوم؟ من يقول حرف ماذا؟ ثاء. حرف ماذا؟ ثاء. أخرج لساني. ثاء. 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 أصحاب الثاء، ثور، ثياب، ثعبان. أصوات الثاء، ثاء، ثو، ثي. أحسنتم يا أطفالي، وإلى اللقاء في حرف جديد.